الحقائق دي لا تخدع ولا تكذب ولا يعني توارى، كلها زي الشمس، كلها زي الشمس. أول حاجة، أول حقيقة، إن القرار المصري النهاردة، القرار السيادي المصري أصبح حراً. لما نحب نروح شرق هنروح شرق، لما نروح غرب هنروح غرب، محدش عايز مننا. إحنا لم نكن لنحرر هذا القرار إلا بدماء الشهداء وعرق الأبطال. أنا لا أقصد القوات المسلحة والشرطة فقط. بطل الحقيقة الثانية اللي بتكمل كلامي في الحقيقة الأولى، أن بطل الملحمة اللي إحنا فيها دي كلها اللي ضحى ودى وصهر وربط على بطنه وتحمل كل التعقيدات وعاش حياة اقتصادية صعبة، هو الشعب المصري. كل الاحترام والتقدير لشعب مصر بعيدا عن شخصنة الأمور، شعب مصر هو البطل الحقيقي لهذه الملحمة التي نعيشها. أول ما نتوافق عسكريا وتلاقي حد بيديك سلاح متطور، اعرف انك محترم وهو بيحترمك وبيديك أعلى ما عنده من تكنولوجيا. طب بيديها لك ليه؟ ثقة فيك، ثقة أنك أنت تقدر تستخدمها الاستخدام المنضبط. أمريكا عندها الفرق الهندسي شغال على كل الكوارث بتاعة الأنهار. قبل ما تحصل كارثة الفرق الهندسي يجي يقول لك أنتوا بتستخدموا القوات المسلحة في التنمية، أنت مالك يا أخي؟ ما أنت بتستخدمها في التنمية. إيطاليا عندها الجيش بيشتغل بيدير شركات. ألمانيا عندها الجيش بيشتغل في الكوارث والأزمات جنبه زيه زي القطاع المدني. اشمعنى أنا؟ عشان هم مستهدفيني، مش عايزين أعمل حاجة. طيب لما أنا بتكلم عن ده، بدأت التلميحات ضد جيش مصر أول امبارح. نيويورك تايمز المجنونة كاتبة إيه؟ جيش مصر بقدراته الحالية يشكل تهديد للمصالح الأمريكية في المنطقة. الله 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 الله، هو احنا عادينا أمريكا؟ هو احنا وقفنا لأمريكا ولا جينا جنبها؟ ما هو ده التنبيط على انك العاشر، يعني انت قوي، انت قوي فبتهددني. انا جيت جنبك، انا جوه أرضي، انا بشتغل جوه أرضي، انت قلقان ليه؟ عشان من مصلحته ان انا ابقى ضعيف. لا، انا بقيس على ايه؟ جيش بيحقق الاربع حاجات اللي قلتها لكم، بيسيطر على حدود جمهورية مصر العربية اللي تمتد اكتر من 5 إلى 6000 كيلو متر. تعرفوا يا اولاد، كل كيلو متر مسطح على البحر يساوي ثروة قد ايه؟ $1,000,000. طب احنا لما علمنا الحدود مع السعودية استفدنا بايه؟ 12 شركة جت تنقب عن الغاز والبترول، اخرهم الاتفاق اللي اعلن عنه النهارده مع شركة جنوب الوادي، شركة أمريكية بريطانية هتشتغل في استثمار 3/4 مليار دولار علشان تطلع لي يا غاز يا بترول. طب انا هل في بوادر طلعت؟ في بوادر، انا بقولها لكم وانتوا اول ناس تعرفوا. في بير تم البدء في انشائه وتطوير انتاجه، وربنا يسهل يا رب ويكون قابل للتطوير في البحر الاحمر. تعرفوا مكانه فين؟ تعرفوا مكانه فين يا اولاد؟ قريب من خط تعليم الحدود المائيه. يعني لولا ان احنا علمنا الحدود المائيه بيننا وبين السعوديه ما كناش قدرنا نحصل على هذا البير، وكان الشركات تقول لك انا ما اجيش هنا، دي منطقه نزاع، انا هتدخلني في متاهه ليه؟ انا كده حلو، ما تدخلنيش في متاهه.